بسم الله الرحمن الرحيم. لنبيع فيلا في منطقة هيلنجك وعسم المجمع بارك إيفلر 2 في منطقة هيلنجك قريبة جدا من البحر. زي ما شايفين هذا مدخل المجمع. هي مكونة من 8 فلل، فيها جلسات، مسبح، يخدم المجمع بالكامل. طبعا زي ما شايفين عندنا هنا كاميرا مراقبة، بوابة إلكترونية مغلقة، فيها حراسة أمنية على مدار الأسبوع 24 ساعة. هذا مدخل المجمع. طبعا مجمع فلل، مجمع يتكون من 8 فلل. هذا المدخل اللي راح نشوفها الآن، الفلة اللي واجهتها على البحر مباشرة. طبعا هنا المواقف، كل فلة يكون لها موقف، في حراسة أمنية، حارسكم موجود على طول. طبعا مساحة كل فلة مبنية على أرض مساحتها 400 متر، مساحة الفلة من الداخل 350 متر. هي عبارة عن 4 أدوار، فيها 5 غرف، 5 دورات مياه، وأيضا 3 بلكونات، وعندنا مطبخين، مطبخ في الدور الأرضي ومطبخ في الدور اللي هو المدخل. فيلا اللي معروضة للبيع رقمها 28. زي ما انتم شايفين الطريق، عندنا هنا المسبح المشترك، نصوره لكم. هذا المسبح مشترك للفلل كلها. هذه الجلسات الجانبية. أيضا هنا عندنا مواقف سيارات. هذه الفلة اللي معروضة للبيع رقمها 28. رقم الفلة 28. هذه حديقة الفلة، هذه حدودها، هذه المنطقة الفاضية هذه تابعة لها. أيضا من هنا عندنا الدرج ينزل للحديقة الأمامية، أمامها البحر مباشرة. راح نشوف الآن الفلة من الداخل بالتفصيل. هذا مدخل الفلة. أول ما ندخل طبعا على يميننا دورة مياه، على يسارنا هنا المطبخ، طبعا زي ما انتم شايفين هذا المدخل، هذه الصالة، مساحة كبيرة وشرحة ما شاء الله، في منطقة هيلنجك قريبة من المطار، قريبة من المول، وديكور السقف. وعندنا هذه بلكونة الأمامية، مساحتها كبيرة وشرحة. أيضا هذه الإطلالة، إطلالة كاملة على البحر، هذه الإطلالة على البحر. طبعا هذه الأرض تابعة لها. طبعا من هنا نطلع للدور العلوي، الفيلا هي 4 أدوار. عندنا الدور الثاني فيها 3 غرف، دورتين مياه وبلكونتين. هذه الغرفة الأولى ماستر روم، هذه الغرفة الأولى فيها دورة مياه، هذه دورة المياه خاصة فيها. فيها التكييف أيضا، وهذه البلكونة الأمامية أيضا إطلالة كاملة على البحر.
هذه الغرفة الأولى. واحنا الآن في الدور الثاني أو الدور الأول، يعني فوق المدخل. هذه الغرفة الثانية. عندنا هنا الغرفة الثالثة، لها بلكونة خلفية على داخل المجمع، ما شاء الله كبيرة وشرحة. هنا عندنا موقف السيارات، هذا المسبح، إطلالة على داخل المجمع. وهنا عندنا دورة المياه الرئيسية اللي تخدم الدور الأول. هذا الدور الأول. طلع الدور الثاني. طبعاً فيلا دورين فوق والمدخل، وعندنا البدروم 4 أدوار. هذه الغرفة اللي في الدور الثاني، وهذا إطلالتها أيضاً على البحر مباشرة. طبعاً لها دورة مياه كاملة أيضاً. الفرنجي. هنا المروش. هذه الغرفة مساحة كبيرة وجيدة. الدور الأول ننزل للمدخل. هنا مدخل الفيلا. نشوف الآن الدور الأرضي. تتكون من غرفة، دورة مياه، دورة المياه طبعاً فيها الدواليب. هنا عندنا كل زيت. هذه غرفة دريسينج روم، فيها الدواليب بالكامل. لنا هنا أيضا دواليب. هذا الدور البدروم، يعتبر البدروم، فيها التكييف. هذه الصالة لها مطبخ مفتوح أيضا على الصالة. من هنا عندنا المخرج للحديقة. هذه حديقة الفيلا. أيضا يعني من الدور الأرضي من الحديقة إطلالة على البحر. هذه الحديقة بالكامل، هذه الفيلا من الخارج. هذه الحديقة تابعة لها. طبعا هذه الأشجار تعتبر الحد. هذه الحديقة بالكامل تابعة للفيلا. أيضا الحديقة هذه تابعة للفيلا. فيلا في منطقة يلنجك. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.